ثم لنعلم علم اليقين أنه لا بد وأن تمر بنا ابتلاءات، لا شك في هذا أبدا ولا ريب، وتتنوع هذه الابتلاءات وتتنوع صورها، وقد دلت على حتمية الابتلاءات أدلة لا تكاد أن تحصى. قال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: ولنبلونكم، واللام هنا كما يقول العلماء هي الموطئة للقسم، أي كحرف من حروف القسم، أي والله لنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه أيضا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لم يكن الناس ليتركوا وكل يدعي أنه مؤمن أبدا، بل لزاما أن تأتي ابتلاءات للتمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال سبحانه: أم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فظننتم أيها الناس أن تتركوا وقد قلتم آمنا دون فتنة ودون اختبار، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نصوص تتلوها نصوص لإثبات هذا المعنى في عشرات من السور، بل مئات من السور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نصوص تتوالى، قد قال تعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وتتوالى النصوص: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فلا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار. فالله قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. لماذا خلقناه؟ نبتليه، نختبره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.